بصوا، انتوا عارفين اني مش بحب اراجع الموبايلات اللي ما بتنزلش عندنا في مصر والكلام ده، ولكن المرة دي الوضع مختلف. لما موبايل ينزل بتكنولوجيا جديدة تماما فانا لازم اوريكم التكنولوجيا دي وصلت لحد فين. المرة دي بنتكلم في اول موبايل فعلي نزل السوق بكاميرا سيلفي تحت الشاشة، يعني بقى مفيش ولا ثقب ولا نوتش ولا موتور سيلفي ولا اي حاجة. الموبايل هو ZTE اكسون 25G. هل التكنولوجيا دي متطورة كفاية اننا نشوفها في موبايلات تانية جديدة في 2021؟ طيب ايه اخبار الكاميرا السيلفي، كويسة ولا؟ كل الكلام ده هتعرفه لما تشوف الفيديو ده، بس زي ما انت متعود اعمل لايك الاول ويلا بينا نبدأ المراجعة. نبدأ بالتصميم. قبل بس ما ابدأ كلام على الموبايل، الموبايل ده يا جماعة فئة متوسطة، يعني مش موبايل غالي ولا فلاكشيب ولا الكلام ده، علشان نبقى ماشيين انا وانت على نفس الخط كده واحنا بنراجع الموبايل، وهقول لك برضو السعر في الاخر. المهم نرجع للتصميم. الموبايل ده ما فيهوش اي تنازلات من ناحية التصميم، زجاج من الخلف مع فريم معدني، هو طبعا شكله تقليدي جدا ما فيهوش اي فزلكة، سيمبل اند سويت، لان الشركة طلعت كل طاقة الابداع عندها في الشاشة. اللون اللي معايا اسود او جراي، بيعمل انعكاسات كده بسيطة لما الضوء بيجي عليه، بيبصم طبعا بسهوله. زرار الباور عليه نقشه مختلفه علشان تميزه بسهوله، وفعلا مع ان الموبايل حجمه كبير بس بتقدر توصل لزرار الباور بشكل ممتاز وسهل جدا. وزنه 198 جرام، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي. تخانه 8 ملي مقبوله، ولكن ابعاده كبيره في الايد بشكل ملحوظ، صعب تستخدمه بايد واحده لان احنا بنتكلم في موبايل شاشته عملاقه هنتكلم عنها كمان شويه. واخيرا بروز الكاميرات الخلفيه الموجوده في مستطيل كبيره شويه، ولكن البروز بيتغطى بالجراب المرفق في العلب. ندخل على شاشة. اهم ميزه في الجهاز واللي جربته عشانها اصلا، شاشه كبيره 6.92 بوصه اوليد بدقه 1080 × 2460، يعني ممكن نقول فول اتش دي بلس بس على ابعاد اكبر شويه، مع تردد شاشه 90 هرتز، مع الوان 10 بت، يعني الشاشه بتعرض اكتر من مليار درجه لون. والاهم ان الشاشه بدون نوتش او ثقب السيلفي مدفون تحت الشاشه، وزد تي اي بتقول على الشاشه هنا انها ترو فول ديسبلاي. اول جزئيه هتكلم عنها هي موضوع السيلفي اللي تحت الشاشه ده. بص، هي زد تي اي اجتهدت جامد علشان تخرج التكنولوجيا دي في موبايل بيتباع في السوق وفئه متوسطه كمان. بس يا سيدي، بكل اختصار بقى كده وبكل بساطه، الموضوع عباره عن شويه بكسلات بتنور وتطفي محطوطين فوق الكاميرا السيلفي علشان السيلفي ما يبانش، وفي نفس الوقت تستفاد بالجزء الصغير ده في عرض محتوى على الشاشه وتاخد تجربه الشاشه الكامله. فعليا بقى جوده البكسلات اللي في المربع الصغير اللي بيخفي السيلفي اقل بشكل ملحوظ عن بقيه الشاشه، يعني بتظهر جدا وبيبقى شكلها بايخ جدا. لما تفتح اي صفحه بيضاء على الشاشه هتلاقي المربع الصغير ده ظاهر لك فوق وبيقول لك ايوه انا هنا اللي مخبي لك السيلفي وشكلي مش حلو، وبرده هفضل اخليك تبص عليا وتسيب الشاشه كلها. دي الرساله اللي المربع الصغير بيقولها لك. ولكن مع الالوان الغامقه شويه ولما الاضاءه بتاعت الشاشه ما تكونش عاليه قوي، ممكن ما تحسش قوي بالمربع المبكسل ده غير ان في الالعاب التجربه كانت حلوه مش بطاله، ممكن فعلا تنسى ان في سيلفي موجود وتاخد تجربه شاشه كامله فعليا. لما تبص للشاشه بزاويه حاده كده ممكن تاخد بالك من عدسه السيلفي المدفونه، ولكن مش هعرف اوضحها لكم قوي في التصوير. عموما التكنولوجيا دي لو على وضعها كده ما اعتقدش الكل هيستخدمها، لانها بشكل او باخر ممكن المستخدم يفتكر ان الشاشه بايظه او فيها حاجه، ومش كل المستخدمين هيبقوا فاهمين موضوع فرق جوده البكسلات ده. علشان كده مفيش شركه نزلت التكنولوجيا دي فعليا في موبايل فعلي بيتباع في السوق الا ZTE لحد دلوقتي. ولكن بصراحة هي تكنولوجيا مستقبلية جميلة، واعتقد لو اتطورت بشكل اكبر هتبقى مبهرة جدا. تقييمي للتجربة دي 5/10 بسبب ضعف جودة البكسلات اللي مغطية السيلفي، وبسبب ضعف اداء الكاميرا السيلفي عموما اللي هتكلم عنه كمان شوية. نكمل تقييم بقى للشاشة. الحافة السفلية كبيرة جدا، يعني عاملين تكنولوجيا 2020 ولا 2021 فوق، وتحت حاطين حافة موبايل في 2018. ما علينا. الشاشة مسطحة ما فيهاش كيرفات وكبيرة، درجات الوانها كويسة جدا، ولكن دي مش درجة 10 بت كولر، تحسهم مقفورين شويه في المواصفات. وزد تي اي ضايفين اختيار تعزيز الالوان في سوفت وير الموبايل علشان لو انت بتحب الالوان تبقى مشبعه اكتر واكتر تقدر تستمتع بتجربه افضل، ولكن طبعا ما تسالش عن درجه الوان حقيقيه لانها هتبقى متغيره بشكل كبير. سطوع الشاشه كويس ولكن مش كويس بالدرجه الكافيه لشاشه اموليد، اقدر اقول عليه متوسط. بالنسبه لتردد الشاشه فالسوفت وير هنا ضعيف في النقطه دي، لان عندك اختيار 90 هرتز او 60 هرتز، مفيش اوتو، وال90 هرتز لو اخترتها بتفضل شغال على طول، وبالتالي انت بتاخد استهلاك
استهلاك بطاريه اعلى بدون داعي لو انت بتتفرج على فيلم مثلا. ولكن طبعا استخدام ال 90 هرتز في التنقل في الموبايل ده مدي سلاسه كبيره قوي هتكلم عنها في جزئيه الاداء. بالكلام عن الاداء بقى، فالموبايل جايب احسن معالج فئه متوسطه من كوالكوم، سناب دراجون 765 تكنولوجيا 7 نانو الداعم لشبكات الجيل الخامس. المعالج ده غالي شويه يا جماعه، واحنا في مصر ما عندناش 5G، علشان كده الشركات لحد دلوقتي مش بتجيبه. اداء السناب دراجون 765 بما اني اول مره انقل لكم تجربته في فيديو، هو مختلف تماما عن بقيه سلسله ال 700 من كوالكوم. بمعنى انت عارف ال 720 جي ما يفرقش كتير عن ال 730 جي، ما يفرقش كتير عن ال 732 جي، وكلهم ما يفرقوش كتير عن ال 750 جي اللي لسه نازل في ال 200 تي لايت. ولكن احب اقول لك وبكل ثقه ال 765 في حته لوحده، اداء احسن بفرق ملحوظ في الاستخدام اليومي العادي، تحس انك واخد الاداء اليومي بتاع معالج رائد مش معالج فئه متوسطه. وطبعا مع ال 90 هرتز ونعومه التنقل اللي هنا، فانت بتاخد تجربه اداء محترمه جدا في الفئه المتوسطه. طيب ايه اللي يفرق يا باشا ال 765 عن ال 865 مثلا؟ الاداء الرسومي بقى. لما ندخل على الاداء الرسومي فهنلاقي الكوالكوم 765 يرجع تاني لوضعه الطبيعي زيه زي اخواته التانيين من 720 و730 في الاداء الرسومي. ببجي بتشتغل على هاي اتش دي بس مفيش جوده اعلى من كده. كول اوف ديوتي بتشتغل على فيري هاي فريم ريت او هاي جرافيك ماكس فريم ريت. تجربه الالعاب حلوه خصوصا ان الشاشه كبيره وبكسلات المربع الصغير اللي مغطي السيلفي مش هتحس بيها قوي في الالعاب، ده غير ان التبريد هنا محترم جدا والموبايل ده صعب يسخن منك. ندخل على عوامل الامان. البصمه تحت الشاشه ادائها سريع ما فيهوش اي مشاكل. الفيس انلوك برغم ضعف الكاميرا السيلفي الا انه فاجئني انه سريع جدا، ولكنه اعتقد مش هيبقى امن قوي، ممكن لو واحد شبهك شويه يفتح عادي. السوفت وير بتاع الموبايل هنا ما عجبنيش قوي، تحسه بدائي شويه، ولكنه يقضي الغرض. هو الميزه فيه انه مش متقل الموبايل تماما. الموبايل فيه اولويز اون ديسبلاي وفي اشكال كتير، في ان اف سي، مستشعرات كلها شغاله وموجوده. صوت الموبايل جاي من سماعه واحده تحت على اليمين، صوتها عالي ولكن مش مجسم قوي، تحس البيز مش موجود في السماعه دي. مفيش سماعه مكالمات علشان يكملوا التطور التكنولوجي الرهيب اللي في اعلى الموبايل ده. الصوت بيطلع من تحت الشاشه، الصوت لما جربته في مكالمه مش عالي قوي. درجه العلو بتاعته اكنك موطي صوت موبايلك العادي ل 60% كده، وبيسجل مكالمات عادي جدا. الموبايل ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بس، معاه وصله تحويل في العلبه من تايب سي 3.5 مللي علشان تركب سماعتك القديمه، لانه مش بيجي معاه سماعات اصلا. شبكه الواي فاي تمام جدا وقويه جدا، وما جربتش قوي شبكه الاتصال لان الموبايل جاي من بره مصر ومش بينزل هنا رسمي. البطاريه صغيره شويتين ثلاثه، 4220 مللي امبير. ادائها ما عجبنيش تماما، يا دوبك 5 ساعات شاشة مفتوحة بالعافية وبالخناق حتى لو قللت التردد ل 60 هرتز. الشاحن المرفق في علبة الموبايل 30 واط بيشحن البطارية في ساعة الا ربع. ندخل على الكاميرات. اقل حاجة في الموبايل ده هي الكاميرات. الكاميرا الخلفية الرباعية الاساسية 64 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، والتانية 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع فتحة عدسة 2.2، والتالتة 2 ميجا بكسل ماكرو والرابعة 2 ميجا بكسل للعزل. السيلفي الموجود مخفي تحت الشاشة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0. اي كلام موضوع فتحة عدسة السيلفي ده وسعت منهم. المهم اداء الكاميرا الخلفية متواضع، يعني زي وزي اي موبايل ب 4-5000 جنيه بالكتير، مش احسن ومش اوحش، يعني نقدر نقول مقبول. الاداء بتاع الكاميرا الخلفية هنا مش مميز، الالوان معقولة، التصوير بالكاميرا سريع ما فيهوش اي لاج، والتفاصيل الى حد ما مقبولة. البورتريه مش قد كده خالص، بيمسح التفاصيل، والعزل بتاعه مش حلو. واخيرا النايت مود في الموبايل ده برضو متواضع، يعني هو مش واو، ولكن في الاول وفي الاخر الموبايل ده مش مركزين فيه على الكاميرات لان مش ده المطلوب منه، هم حاطين كاميرات تقضي الغرض. السيلفي بقى اللي لازم تبقى ماسح مكان السيلفي كويس قوي، والاضاءه تكون عاليه قوي علشان تاخد صوره مقبوله، انما غير كده اداء السيلفي ضعيف جدا، الصور على طول فيها نويز مش مظبوطه، البورتريه ضايع، تحسها صور سيلفي طالعه من موبايل اقتصادي جدا مش موبايل فئه متوسطه نهائيا. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. بالنسبه بقى لتصوير الفيديوهات بالزد تي اي اكسون 20 5G، فهو بيصور 4K وفي ثبات الكتروني زي ما انت شايف، لان دي الجوده اللي انا بصور عليها. انا بصور دلوقتي على 4K. في مايكين، اعتقد المايك الاضافي هيحسن شويه من ان الصوت يبقى افضل شويه، وده اللي هنشوفه في الفيديو النهائي. وعموما يعني كده تصوير الفيديوهات مجملا بالموبايل ده مقبول، يعني مش احسن حاجه ولا اوحش حاجه، حاجه متوسطه في الفئه السعريه اللي الموبايل ده موجود فيها. سعر الموبايل بره $450 للنسخه ال128 و8 رام، يعني حوالي 7000 جنيه،
$500 للنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام، يعني حوالي 7800 جنيه، وينفع تركب شريحتين اتصال جيل خامس او شريحه وكارت ميموري. رأي النهائي زي ما فهمتك، انا جربت الموبايل ده بس علشان شاشته، التكنولوجيا الجديده حلوه مفيش كلام، بس زي ما قلت لك التكنولوجيا دي محتاجه تطوير، وبمستواها الحالي في الموبايل ده ما اعتقدش في شركات هتستخدمها زي ما قلت لك، علشان المستخدمين ممكن يفتكروا في عيب في الشاشه، ده غير اداء السيلفي اللي بيبقى مش حلو خالص بسبب التكنولوجيا اللي هنا. ولكن اللي ابهرني حقيقه هو ده المعالج السناب دراجون 765، المعالج ده كينج الفئة المتوسطة بجد، معالج قوي وجديد. اتمنى الشركات في مصر ينزلوا موبايلات قريب بالمعالج ده، بس ما يبقاش على حساب التسعير. بس كده يا سيدي، دي كانت كل حاجة محتاج تعرفها عن اول موبايل بسيلفي تحت الشاشة. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو قريب عن السامسونج جالاكسي M21، بس هو لسه مش جاهز دلوقتي. فالمهم لو عجبك الفيديو كالعادة تعمل لايك، لو ما عملتش في الاول تكتب كومنت وتقول لنا رايك في ZTE Axon 25G، وايه رايك في عموما في التكنولوجيا بتاع السيلفي المدفون تحت الشاشة، ولا ملهاش لازمة وثقب او نوتش يقضوا الغرض. وتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبيزل، فعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات اول باول.